لو كنت خصنا نصومو غير 10 ياكلوش كتعشى انت مال احمق ولا مالك؟ راه طرا فيه شهر غادي ندخلو في باب المعاملات والمعامله تطورت وتغيرت منذ عصر النبي الى يومنا هذا وبالتالي ما هو وجه الضرر؟ انا بغيت نخسر مع اختي شنو المشكل؟ كاين نص قرآن يا أستاذ خصوصي ما كاينش نص قرآن كاين نص قرآن يشبك على متحدث انتين نصوص عليها هي قواعد تدخل في باب المعاملات وليس العبادات هناك أحكام معطلة في الإسلام ما بقاش ما يمكنش نفدها ما تلقاهاش علاش كنقولوا دائما حين يتعلق بالموضوع بالمرأة كنقولوا لا بناتها علاش واش الذات الإلهية منصفة ولا ماشي منصفة واش الله عادل ولا ماشي عادل إذا عصمت الله السيدة علاش واحد السيد الموظف عنده واحد الدخل محدود كيدير الادخار باش يدخل واحد الدار سكن اقتصادي 25 ديال مليون 250 الف درهم عنده جوج بنيتات قاصرات كيموت كيبقوا مع خصهم مع الفقر عندنا ما اسف هادشي عندنا بنات يخرجوا الا جاتو ثلاثة ديال ماشي يديروا بها انا نمشيو خير ندير الفساد عندنا حالات اجتماعيه ماساويه في البلد غير مقبول غير معقول لان التعصيب غير موجود لدى الشيعه واش غادي يقول الشيعه ماشي مسلمين لا يؤمنون بالله المذهب الشيعي ما فيهش التعصيب خصنا نطوروا